السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود أحمد. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على الفانكشنز أو الدوال، شفنا يعني ايه فانكشن وازاي نعرف دالة، وبعد كده عرفنا يعني ايه ارجيومنت ويعني ايه بارامتر، اللي هما الاتنين واحد يعني. في ناس بتقول عليهم ارجيومنت وناس بتقول بارامترز، فعادي استخدم أي واحدة. وشفنا أنواعهم وشفنا ازاي بنستخدمهم وشفنا الدالة الخاصة بالصمة اللي موجودة في الآلات الحاسبة اللي موجودة على التليفون والحاجات دي ازاي بتشتغل، والجامع والضرب والطرح والحاجات دي، وعملنا مثال بسيط. فده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه اسمها الانونيمس فانكشن او الداله المجهوله. طبعا الاسم انونيمس ده مرتبط بالهاكينج والانفورميشن سكيورتي وكده، بس هو هنا مختلف تماما عن الموضوع، يعني ملوش دعوه خالص بالحته. كل الفكره في الداله اسمها انونيمس فانكشن، دي الداله دي اتسمت كده عشان بتتعرف بطريقه انونيمس، بطريقه مجهوله غير الداله اللي انت تقول ديف وكده. تمام. طيب الانونيمس فانكشن لها استخدامات كتير قوي. هي احنا بنستخدم كلمه لامدا او لمبادا او ايا كان النطق بتاعها، عشان سمعت ناس بتقولها باكتر من طريقه، عرب واجانب وكده، فاحنا هنقول لامدا. بتستخدمها باكتر من طريقه وبتعطيك امكانيات رهيبه جدا. الاكسبريشن كلمه لامدا دي بتعمل حاجات قويه جدا في بايثون. هنشوف احنا النهارده بس ازاي تعمل فانكشن وازاي نتعامل معاها بيها. تمام. ده مثال. كل الفكره بقول كلمه لامدا، لا مثلا زي ما انا كنت بعمل داله اسمها كذا، الداله دي بتاخد مني ايه بارامترز، او معطول لهم بارامترز هنا، واقوم عامل نقطتين اقول الداله دي كانت بتنفذ كذا، او انا ايه بنفذه. طب تعال نشوف مثال حقيقي اهو. انا والله بقول عندي داله اسمها صم اللي كانت بتجمع رقمين احنا كنا كاتبينها اهو. الداله دي هقول لامدا، الداله دي بتاخد مني ايه؟ تاخد اكس وواي، هما الارجيومنت الاولاني والارجيومنت الثاني. تعال نجيب قلم، اللي هما دول الارجيومنت الاولاني والارجيومنت الثاني، اللي هما الاكس والواي، ونقطتين، واقوم قايل الداله دي هتنفذ ايه؟ هتروح تجمعهم الاثنين زي بعض. خلاص كده الداله خلصت. بجد؟ بجد؟ مفيش برنت، مفيش ريتيرن، مفيش حاجه؟ لا. طب انا دلوقتي عايز استدعيها، عادي استدعيها. سم اوف 10 و20، بس عشان تستخدمها لازم تحطها جوه برنت عشان تطلع لك النتيجه. تمام؟ طب تيجي نجرب. ده الايدل اهو. ويندو جديده، كنترول ان او كوماند ان اهو. انا عندي داله سم اهي. تعال نعرفها بالطريقه العاديه، ديف سم. تاخد مني الاكس والواي، وبعد كده والله الداله دي هتعمل لي برنت، هترجع لي بالاكس زائد الواي. بس هي دي كده الصم. طب تعالى نستدعيها عادي. صم في 10 و20. طب تعالى نسيف. اخر حاجه وقفنا عندها كانت 13، يبقى 14 اهو. تعالى نرن. طبعا ايه 30 اللي هو جمع 10 و20. طب عايزين نعمل مثال زي ده باللامدا عادي. هنعمل صم بس 3 ام، او نسميها مثلا صم واحد مثلا، هتساوي لامدا. طبعا لما تلاقيها ما ظهرتش كده يبقى انت كاتبها غلط. نبدل البي بالدي اهي، كده ظهرت خلاص كده تمام. اللامدا دي تاخد من الاكس والواي وهتعمل عليهم ايه؟ هتنفذ الاكس زائد الواي. بس كده اه، بس كده. طب ما تيجي نجرب اهو. صم واحد وعطلها ال 10 وال 20 بتوعي اللي انا عاطيهم فوق. طب تعال نرن. 30 برضه نفس النتيجه وخلاص. طب استخدمها امتى؟ عادي استخدمها في الوقت اللي انت عاوزه. كل الفكره عادي ان انت هتكريت فانكشن على السريع بتعمل حاجه معينه، بس تعمل لك حاجه بسيطه يعني. اهو ادا صم، كتبت كلمه لامدا وعطيت ده الفاريبل، ده الارجيومنت اللي عند الاكس والواي، وده الحاجه اللي انا هنفذها عليها. تعطي لها اي عدد انت عاوزه من الارجيومنت، وتعطي لها ايه هنا انت عاوز تنفذ عليهم. تمام. بس طبعا كلمه ديف بتحس اكثر مرونه، لما تعمل فانكشن بالطريقه العاديه تبقى اكثر مرونه معاك من هنا. طيب نيجي لحاجه مهمه قوي، هي الريتيرن ستيتمنت. ناس كتير قوي بتتلخبط بين برنت والريتيرن، بس جيب معاك من الاخر في الموضوع عشان خاطر يعني نعمل فيصل للموضوع خالص. بقول لك الريتيرن، الريتيرن دي بترجع بقيمه موجوده اصلا في الفانكشن. يعني انت لما تقول في الداله من الاخر ريتيرن، فالداله دي فعليا لما تيجي تستدعيها هي بترجع بالقيمه دي. طب ليه ما بتطبعهاش؟ عشان انا مش محتاج اطبعها. طب انا برجع عليها ليه؟ لان ممكن استخدمها، ممكن احطها في متغير، ممكن اعمل عليها عمليات اي حسابيه، اعمل عليها عمليات حاجه، فالريتيرن هترجع لي بيها اعمل اللي انا عاوزه. طب لو انا عاوز اطبعها استخدم البرنت. تمام؟ طيب ده مثال اهو. بقول عندي داله اسمها صم بتاخد مني اثنين ارجيومنت وبتروح تطبعه، بطبع برنت وبقول ريتيرن التوتال. الفرق هنا البرنت ايه؟ هتطبع لي التوتال، هتطبع لي جمعهم، والريتيرن هترجع بالتوتال. طب ايه الفكره؟
الفكره ان انا هنا لما اقول توتال بس في سم 10 و20 هيطبع لك ايه؟ انسايد ذا فانكشن 30 اللي هي دي طبعه البرنت، لكن عشان استخدم الريتيرن لازم احطهم جوه برنت. فلو قلت توتال بس مش هيطبع حاجه، هي القيمه موجوده بس انا ما طبعتهاش، عشان اطبعها اقوم حاطها جوه برنت. طب ايه؟ بص كده، تعالى نعمل كومنت على اللامدا فانكشن دي، وتعالى ننزل بالكود تحت شويه. طب ما تيجي نجرب تيجي نكبر حجم الايدل، حجم الخط شويه، تالي يبقى احسن معانا. هو 20 مثلا، ماس اهو كده كويس. تمام، عند الداله اهي بتاخد مني اكس وواي وبتروح تطبعهم. طب ايه الفرق بين ان انا اقول ريتيرن اكس زائد واي، وفي ان انا اقول استنى تعالى نعمل نمط غير اسمه ريزلت، اللي هو النتيجه هتساوي الاكس زائد الواي. ايه الفرق بين ان انا اقول print result وان انا اقول return result؟ ايه الفرق؟ بص كده، لو انا قمت قايل print result شوف ايه اللي هيحصل. تعالى كده نرن، هيطبع على طول 30 مره واحده. ليه؟ عشان انا طبع له print. طب انا دلوقتي ال return عشان استخدمها اعمل ايه؟ لا لازم تقول هنا print، لان ال return ما بتطبعش، ال return بترجع بالكوما بس. قام قايل print اطبع لي الايه؟ السم وفي 10 و20 بس كده. تعالى كده ننفذ، يبقى هو كده منفذ الايه؟ الريتيرن. يقوم طبع، طبعهم ثلاث مرات. ليه طبعهم ثلاث مرات؟ عشان لو انت لاحظت لما بيجي ينفذ السطر ده اللي هو برنت سم في 10 و20 هو اصلا جواه برنت، فبيطبع مرتين، بيطبع مره للبرنت ومره للريتيرن. يبقى الفكره في الريتيرن في ايه؟ الريتيرن بترجع بكم انا ممكن استخدمها. تعال اقول لك على حاجه، لو انا عملت كومنت على ده وعملت كومنت على ده وعملت كومنت على ده، خلاص انا عندي الداله اللي هي بترجع بالكم. لو انا قمت قايل الاكس بتساوي سم اوف 10 و20 حلو، قمت انا اطبع لي الاكس. تعال كده نرن، طبعا 30 مع ان مفيش يعني مع ان البرنت معمول لها اصلا كومنت فوق، يعني البرنت معمول لها كومنت ازاي وطبعها؟ لا الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان انا دلوقتي الداله من غير بالريتيرن بترجع لك بالقيمه، خلاص رجعت. فلما قلت اكس بتساوي سم في 10 و20 قيمه الاكس دي هي قيمه الريتيرن، فالداله بترجع بالريزلت اللي هو مجموع، فالاكس بقت بتساوي مجموع اللي هو 30، رحت طبعه طبع لك 30. يبقى ده الفرق بين الريترن والبرنت. البرنت بتطبع بس، لكن الريترن بتبقى القيمه جواها، عاوز تطبعها عاوز تطبعها مش عاوز تطبعها خلاص. تمام، فعندي حاجه بقى اسمها الجلوبال واللوكال، حاجه كده ركز معايا فيها عشان تبقى واضحه قوي، حاجه ممتعه يعني، ولو انت ما عرفتهاش ممكن لما تيجي تشتغل كود هتحسها تهبلك كده، اللي هو لما تيجي جت منين دي. تعالى كده انا عاوز اكتب انا عاوز المثال ده، عاوز نكتب المثال ده بالظبط نفس المثال. طيب تعال نحاول كده نكتبه، كارت ملف جديد، نعرف متغير الاف بقيمته بصفر، فكم ان هو برنت الاف. حلو، بعد كده اعرف فانكشن اسمها مثلا تيست، وقوم حاطط ان هو جواها الاف بتساوي 5، وقوم قايل برنت الاف، وبعد كده قوم راح مستدعي الفانكشن هنا. كان في تاني بس، وقوم قايل هنا برنت الاف. تعال نسيف ده 15 في 15، انا كتبت 14. تمام اهو، ركز بقى معايا. والله انا عندي متغير دلوقتي اسمه اف، الاف ده قيمته بصفر اهو، قمت راح طبعه هيطبع كام؟ اف، وقمت داخل جوه داله قمت معرف اف، قمت عطوله قيمته بخمسه، وقمت راح طابع الاف، وقمت رايح مستدعي الداله. فلما استدعيت الداله الكود اللي جوه ده ايه؟ اتنفذ، لان استدعيت الداله، احنا قلنا الداله الكود اللي جوه مش هيتنفذ غير لما انا استدعيه.
وقمت رايح ايه طابع الاف. طب المتوقع ان قيمة اف هنا تكون بكام؟ بصفر. طيب اف هنا ما اجي اطبعها هنا بكام؟ بخمسة، لان انا غيرتها طيب بخمسة. طب اف اللي هي اخر واحدة بقى هتبقى بكام؟ دي اللي فيها التساؤلات الكتير قوي، هل اف الاخيرة دي بكام؟ هل هي بصفر ولا بخمسة؟ باي لوجيك كده بدماغك هتقول لي هي بخمسة. ليه؟ هتقول له والله يا باشمهندس مش انت قلت ان احنا لما بنيجي نسيف، تعال نروح على الباور بوينت عشان نرسمها، مش انت قلت لي عندي ميموري؟ قلت لك ايوه. قلت لي لما احنا بنقوله مثلا والله الاف بصفر، بروح انا اقول عندي متغير اسمه اف اهو، وقمت في الميموري هي بصفر والاف تروح تشاور على الصفر، قلت لك ايوه. وقلت لي لو احنا جينا بعد كده قلنا الاف بخمسه، هو انا رايح للاف مش ماسح الصفر وحاطط هنا خمسه؟ اه، يبقى انا كده الناتج صفر خمسه خمسه. اقول لك كلامك صح. طب ما تيجي الرن، صفر خمسة صفر، الاف الاخيرة طلعت بصفر ما طلعتش بخمسة زي ما احنا متوقعين. طب ليه طلعت الاف هنا بخمسة؟ وده يخلينا نتطرق لحاجتين حلوين قوي، حاجة اسمها اللوكال وحاجة اسمها الجلوبال. يعني ايه اللوكال اللي هو المحلي والجلوبال اللي هو العالمي بالترجمة العربية خالص؟ معناهم ايه؟ ما يعني ان انا اجي اقول لوكال يعني انا جوه حاجة معينة، جوه اطار معين. يعني الاف اللي هنا دي اسمها لوكال اف. يعني ايه؟ يعني الاف دي قيمتها جوه الداله بس، يعني الاف قيمتها بخمسه جوه الداله اللي اسمها تيست بس. طب بره الداله؟ لا، بره الداله قيمتها بصفر. ليه؟ عشان اف اللي جوه غير اف اللي بره. ازاي مش هما نفس الاف ومكتوبين الاثنين سمول؟ يعني نفس المتغير اه، بس وانا في الداله قمت بخمسه لكن انا بره الداله قمت بصفر. يبقى انا هنا لوكال سكوب، السكوب بتاعي لوكال اللي انا جوه الداله بس، اتعامل معايا هنا جوه الداله، اضرب الاف في رقم، اقسمها على رقم، اطرح اجمع اعمل الاف قيمتها بخمسه. طب بره الداله؟ لا، انا بره الداله بصفر زي ما انا. طيب لو انا دلوقتي عاوز كلهم يبقوا اف واحده، يعني عاوز الداله اللي جوه، الاف اللي جوه اللي هي هنا تبقى الاف اللي بره ده، تبقى الاف ده، يبقوا الثلاثه نفس الاف. لا، ما دام انت هتعمل كده يبقى انا لازم ابقى جلوبال. طب ابقى جلوبال ازاي؟ قول له جلوبال، جلوبال اف عرفني ان انا اف الجلوبال، عرفني ان انا اتعامل مع الاف اللي بره. طب لو احنا سيفنا، تعالى كده نرن، يطبع لك ايه؟ زي ما احنا كنا قايلين صفر خمسة خمسة. ليه طبع خمسة؟ لان هو هنا نفذ زي ما احنا عملنا بالظبط، كان حاطط الاف بصفر وبعد كده لما نزلنا انا حطيناه بخمسة، نزل حطها بخمسة، وعشان احنا كاتبين له جلوبال فراح ايه؟ عدل عليه. طبعا نفس هو ده الفكرة. يبقى ركز معايا، تمام، عشان الحتة دي مهمة قوي. وانا جوه الدالة ماوس، وانا جوه الداله انا ايه؟ لوكال، يعني انا جوه الداله بس ماليش دعوه بره. عشان اتعامل معايا بره يبقى انا لازم ابقى ايه؟ ابقى جلوبال، فلازم تكتب له كلمه جلوبال. تمام؟ طيب بكده يكون كلامنا خلص على الفانكشنز. احنا كده خلاص اتكلمنا وشفنا كل الانواع بتاعت الارجيومنتس او البارامترز، وشفنا الانونيمس فانكشن، وشفنا اللوكال والجلوبال، وشفنا الفرق بين الريتيرن والبرنت. يعني شفنا كل حاجه احنا عاوزينها في الفانكشنز، باقي ان احنا نتمرن شويه على الفانكشنز ونبدا نستخدم نشوف كام مثال عليها. ولكن احنا مش هناخد امثله على الفانكشنز دلوقتي. ازاي يعني ايه ما نخش امثله على الفانكشن؟ اقول لك لا ما تقلقش، فانكشن هي اكتر حاجه اصلا احنا هناخدها في الكورس. ليه؟ عشان لما نيجي نشرح اوبجكت اورينتد هنتكلم عن حاجه اسمها ميثودز، فهي اصلا فانكشنز، فنبدا نعملها. كل المشاريع اللي جايه كلها فيها فانكشنز، فاحنا هنطبق عليها بما فيه الكفايه، فعشان ما نعطيش وقت كتير في الفاضي احنا اصلا هنطبق عليها كتير قوي قوي قوي، فما تقلقش منها. فعشان كده حابب اهنيك واقول لك مبروك برضو، عشان كده احنا كده خلصنا السكشن الخاص بالفانكشنز، وداخلين على السكشن الجديد الخاص بالداتا تايبس. هنتكلم فيه عن الاسترنج من واحنا بنتكلم على الارجيومنتس بتاع الفانكشن. قلت لك حاجه اسمها تيوبل، فهنشوف التيوبل، شفنا الليست قبل كده فهنشوف يعني ايه ليست. في حاجه اسمها ديكشنري انت ما تعرفهاش، بس لما تدخل ويب ديفلوبمنت بجانجو هتلاقي اهم شيء، فنشوف الديكشنري. فان شاء الله السكشن الجاي هنبدا نتعلم بعض الحاجات المهمه جدا والممتعه جدا واللي انت هتحتاجها كتير. هنشوف السترينج، الليست، التيوبل، الدكشنري بالتفصيل، والميثودز بتاعتهم او الفانكشنز بتاعتهم اللي احنا نقدر نطبقها عليهم عشان نلعب فيهم ونعمل اللي احنا عاوزينه وكده. كان معاكم محمود احمد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.